وبأولى مساحاتنا لليوم راح نكون فيها بعالم الطب وتحديدا مع الأدوية وعالم الصيدلة. دائما بنشوف في وصفات طبية بتكون موجودة أو أدوية بتحتويها بياخذ الفرد بناء على وصفات طبية، وفي أدوية بتتاخذ بدون وصفات طبية. كيف لازم نحن نتعامل مع الدواء؟ شو هي طريقة الحفظ؟ وشو الأدوية اللي ممكن نستغني عنها؟ كثير من هاي التفاصيل بيسعدنا نطرحها اليوم على الدكتور وائل الغواني، دكتوره في الصيدله. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، الله يعطيكم العافيه، الله يسلمكم، وان شاء الله بتكون حلقه مفيده للجميع ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. يعني عم نشوف كثير من الادويه صارت غير موجوده بالبلد، عم نشوف ادويه في يعني او خيارات ثانيه ممكن تكون بنفس التركيبات، ولكن اليوم المريض بيقول لك لا بدي اسم هذا الدواء. خلينا بالبدايه نحكي يعني قديش اليوم لازم يكون في ثقه بين الصيدلاني وبين المريض، ولازم يكون في تواصل بين الصيدلاني والطبيب ايضا لمعرفه شو موجود وشو يعني غير موجود. بالضبط، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. هلا انا بالنسبه لي اول شيء رح اتعامل من وجهه نظر الدواء، من وجهه نظر المريض. كيف يحصل المريض على الدواء؟ يعني في عنا مصدرين للحصول على الدواء، هنن الطبيب وهنن الصيدلاني. بالنسبة للطبيب هناك أدوية محددة لأمراض مزمنة مثل الضغط، مثل داء السكري، مثل الاضطرابات الهرمونية، هي حكما بدها تنعطى بوصفة طبية. هي يجب على يعني على المريض أن يتقيد باستعمالها تماما مثل ما وصفها الطبيب تماما. المصدر الثاني في عنا اضطرابات شائعة يعني كل الناس بتعرفها مثل الصداع، مثل الزكام، مثل أدوية البرد، مثل خافضات الحرارة إلى آخره. هي يمكن الحصول عليها بدون وصفة، هي تسمى أدوية الOTC. هلا في كلتا الحالتين يجب على المريض أن يتقيد تماما بالوصفة أو بما يكتب له من تعليمات استخدام بالنسبة سواء كان المصدر طبيب أو صيدلاني. هلا الأسماء التجارية عندنا كثير، نحن المادة الفعالة أحيانا تتواجد بأكثر من اسم تجاري، يعني امام الطبيب او الصيدلاني اكثر من اسم تجاري لنفس الماده الدوائيه، واشهر ماده دوائيه هي الباراسيتامول، متوافره باسماء تجاريه. طبعا للطبيب او للصيدلاني وحتى للمريض الحريه في اختيار الاسم التجاري اللي بيشوفوه. طبعا كلنا عم نعيش هلا في ازمه دواء وازمه توافر المواد الاوليه، لكن الحمد لله يعني باعتقادي الشخصي السوق السوريه يعني غنيه بالشركات الدوائيه وعندنا توافر لا بأس فيه بالنسبة للمستحضرات الدوائية. تمام دكتور، في بعض الأدوية بنشوف إلى آثار جانبية وبتختلف من شخص لآخر، اليوم كيف المريض لازم يتعامل مع هاي الآثار الجانبية؟ يعني تعرض أو ظهرت مرة واحدة عنده لازم يوقف الدواء ولا لا يعني مرة أو مرتين هي بتكون حالة طبيعية؟ هلا بالنسبة خليني أوضح مفهوم الآثار الجانبية للدواء. الآثار الجانبية هي الآثار الضارة للدواء وهي لابد منها، يعني ما في دواء يخلو من الآثار الجانبية من الباراسيتامول وإلى الأدوية النوعية. الآثار الجانبية بتكون عادة موثقة ضمن ملف الدواء يلي هو النشرة الدوائية. أولا مسؤولية المريض تجاه الآثار الجانبية، أولا إذا حدثت ما يشعر بالقلق. هلأ ما في مانع المريض يقرأ نشرة الدواء ويتنور بالآثار الجانبية تبعه، بس هذا مو مدعاة للخوف. اولا انا عم بحكي قبل استعمال الدواء، هذا لا يبرر خوف بعض المرضى من استعمال الدواء. الاثار الجانبيه تحدث عند نسبه قليله من المرضى، واحد بالالف او واحد بالعشرة آلاف، واحيانا بعض الاثار الجانبيه واحد بالمئة الف. ثانيا اذا حدثت معه الاثار الجانبيه شو لازم يتصرف المريض؟ هون يجب اعلام مصدر الوصفه سواء كان طبيب او الصيدلاني عن الاثار الجانبيه. إذا كانت محتملة أنا برأيي الشخصي أنه بده يكمل الدواء، إذا كانت غير محتملة الآثار الجانبية يعود أمر إقرار إكمال المعالجة بالدواء أو من عدمه إلى الطبيب أو الصيدلان. ممكن نتغلب على الآثار أو نتعامل مع الآثار الجانبية بتغيير الدواء، بتخفيف الجرعة، بتغيير نمط أحيانا حياة المريض. يعني مثلا بعض الآثار الجانبية لأدوية الداء السكري تسبب هبوط سكر الدم مع دوخة، فممكن الدواء ما نغيره، نطلب من المريض انه يغير نمط حياته، يعني ياخذها مثلا او يغير بعض عاداته الغذائيه، ياخذ خافض السكر قبل تناول طعام الفطور. في كلتا الحالات المريض
عندما يتعامل مع الآثار الجانبية بده يستشير مصدر الدواء مو من تلقاء نفسه. نعم، خلينا لكن نحكي عن تاريخ انتهاء الدواء. كثير من الصيادله بيقولوا يلا معكم 6 شهور في ادويه، معلش بتتحمل 6 شهور، وفي ادويه ممكن تكون سامه او ما بقى تعطي مفعول مثل قبل. خلينا نحكي شو هي الانواع يلي ممكن نحن نضل عم نستخدمها، ولكن دائما بدنا نقول بدون اجتهادات شخصيه، يعني يا اشراف صيدلاني يا اشراف طبيب. والله تاريخ انتهاء الصلاحية الإكسبيري تبع الدواء يعني هو مبني على دراسات نظرية في المختبر، إنه هالمادة الفعالة الموجودة ضمن الدواء ضمن الشكل الصيدلاني شراب أو كبسول أو تابلت هي موجودة بناء على دراسات نظرية. أنا برأيي الشخصي أن يتم التعامل ضمن فترة صلاحية الدواء هذا أفضل. على بعض الأدوية أثبتت فعالية حتى بعد انتهاء فعاليتها ب6 شهور، لكن لا ينصح فيها. ليش؟ شو السبب؟ مثلا انا عم باخذ دواء نوعي خافض للضغط واستعملته بعد انتهاء صلاحيته، طيب انا عم ببني الاستجابه العلاجيه تبع تخفيض الضغط بناء على الجرعه اللي عم بتناولها، طيب بركي خلصت فعاليته فعلا بعد هالانتهاء هذا. انا فلا ينصح ابدا باستعمال الدواء بعد انتهاء فتره صلاحيته. هي بالنسبه للصلاح اي دواء يفضل اي دواء. طيب دكتور، كثير بنسمع عن عبارة انه مسؤولية المريض تجاه الدواء، شو بنقصد فيها لهي العبارة؟ انا الدواء طالما موصوف لي فانا مسؤول، صار ضمن حيازتي وصار ضمن مسؤوليتي. للاسف الشديد مثل ما عم لاحظ حالات كثير وحالات فعلا يعني صايرة واقعية، هذا الدواء اللي انا استعملته ما لازم اعطيه لغيري. بغض النظر يعني انا استعملت دواء لمضاد للقرحة الهضمية، شخص آخر مثل عمري ونفس وضعي ونفس الشكوى تبعي، ما لازم أنا من تلقاء نفسي أعطيه إلا هذا الدواء معك قرحة هضمية تفضل استعمل هذا الدواء لأني أنا استفدت عليه، اللي أنا ناسبني بجوز ما يناسب غيري. دكتور بس هي ما فينا يعني نبطل هاي العادة إنه أنا استفدت على هذا الدواء إنه أنصح فيه. أي عادة اجتماعية لازم صحيح. يعني لازم يكون في وعي عند الطرفين. بعدين الأهم من ذلك إبعاد الأدوية عن الأطفال، يعني هي كمان خاصة الشرابات يعني. نعم دكتور، خلينا كمان نركز على نقطة قطرات العيون، يعني هون لهلأ في لغط بين المرضى، قطرة العيون لقيمت معها مدة زمنية؟ عن جد إذا فتحت قطرة العيون ما بقى فيك تستخدمها أكثر من أسبوع من 3 أيام، خلينا نحكي عن القطرات والنوه أكثر وليش فورا بتخلص مدتها. هلا القطرات كونه هي موجودة ضمن محلول، ودائما العمر النصفي لأي مادة فعالة ضمن المحلول هو قصير مقارنة مع العمر النصفي أو فترة الفعالية ضمن شكل صيدلاني صلب أو حتى كبسول، يعني كل هاي الأشكال الصلبة الكبسول والمضغوطات. بالنسبة للقطرات بالذات إلى وضع خاص، القطرة توضع مباشرة على العين، يعني بدها تكون بدرجة pH مناسبة حتى ما تعمل تخريش للعين، بدها تكون أيضا بدرجة درجة ملحية معادلة للتوتر كمان حتى ما تعمل تخريش للعين. فلذلك القطرة العينية بالذات لها وضع خاص، يعني مو بس المادة الفعالة، معامل الدواء بتتأكد من جودة المادة الفعالة وتركيزها، أيضا لها شروط من حيث درجة الحموضة ومعادلة التوتر. هلا الإكسبيري تبعها يعني المدة الصلاحية ضمن قبل ما نفتحها سنة أو سنة ونص أو سنتين. متى ما فتحناها العبوة خضعت يعني تعرضت بطريقة معينة إلى العوامل الخارجية، فلح تتغير درجة الحموضة تبعها، لح تتغير أيضا درجة معادلة التوتر تبعها، يعني تركيز الملح اللي فيها. لذلك بعد ما تنفتح القطرة العينية خلال شهر يجب أن تستعمل، في بعض الأنواع أقل من شهر متى ما انفتحت، بغض النظر عن صلاحية المدونة على العقول. أي بالنسبة للقطرات العينية. نعم طيب دكتور، كمان في بعض الأدوية ناخدها أو نطلبها من الصيدلية مثل المكملات الغذائية مثل الفيتامينات فيتامين دال، يمكن بلا ما يعني بدون استشارة دكتور نحن بنعاني من فترة معينة من نقص معين نرجع نحن لحالنا منعيد هذا الكورس، التعامل مع هاي الأدوية ممكن يكون خطير ولا لا؟ والله إجمالا المكملات الغذائية والفيتامينات التعامل معها مو خطير مثل الأدوية النوعية، لكن أنا بنصح دائما يعني استشارة أخصائي. يعني هلأ في مكملات غذائية مسموح أعطاء بدون وصفة،
على شرط التقيد ضمن الجرعة تبعها. لكن إذا في شخص عنده مشكلة وشاعر إنه هالمشكلة مرتبطة بهالمكمل الغذائي اللي بده يستخدمه هو، يعني ما بتنحل مشكلته إلا إذا استعمل هال، فأنا أفضل استشارة الطبيب، خاصة أدوية فقر الدم وأدوية الأعصاب يعني. بس إجمالا الفيتامينات يعني ضررها محدود. خلينا كمان نركز على نقطة أدوية الالتهاب. كثير من الأشخاص يعني بيطلب منهم الدكتور إنه ياخذوا كورس، هن بجوز من أول 3-4 حبوب يتحسنوا يفكروا حالهم طابوا. خلينا نحكي اليوم الأخطاء يلي ترتكب تجاه أدوية الالتهاب، ويمكن في كثير من الأشخاص عم بياخذوا جرعات بتحسسهم، بتعمل لهم تحسس، بيتحسسوا من دواء التهاب ومن الثاني لا. خلينا نحكي عن الجرعات لازم ياخذوها، الكورس لازم ناخده كله ولا لا، وايضا خلينا يعني كيف بدنا نعرف جسمنا من اي نوع دواء التهاب يتحسس، وننوه الدكتور بهالشيء. اول شيء انا بس بدي صحح معلومه خاطئه يعني عند حتى عند بعض الصيادله، ادويه الالتهاب هي في الواقع تسميتها الدوائيه هي الصادات الحيويه، هي أدوية مضادة للجراثيم تعطى لمعالجة القضاء على العامل الممرض يلي عم يسبب لي إنتاج جرثومي معين في جسمي. أولا هي الأدوية من حيث المبدأ الأساسي لا تعطى بدون وصفة طبية. عندي أنواع من الجراثيم كتير وعندي أنواع من الصادات، هناك تناسب بين نوع الصاد الحيوي ونوع الإصابة الجرثومية الموجودة. وإذا لاحظتوا هلأ معظم الأطباء قبل ما يعطي الدواء المضاد الحيوي اللي نسميه بين قوسين دواء الالتهاب بيعمل اختبار جرثومي ليحدد نوع الجرثوم الموجود لدى المريض والصاد الحيوي الأفضل. هي بالنسبة لصرف الدواء. الصاد الحيوي يقضي على العامل الممرض على شرط تقيد بالجرعة، التقيد بفترة الاستعمال. للأسف كثير عم نشوف حالات المريض بيستعمل الصاد الحيوي يوم أو يومين أو ثلاثة بيلاقي حاله تحسن ظاهرياً بيوقفه. هاي المشكلة عم تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى البعيد. الجراثيم نفسها اللي تعرضت ليوم يعني تعرضت للصاد الحيوي يومين أو ثلاثة للأسف هي نفسها عم ترجع بقدرة أمراضية أكثر ومعالجتها أصعب عم تصير. فهون عم تطلع عنا زراري جرثومية مقاومة للصادات الحيوية ومعالجتها أصعب. بعدين المريض يعني شاف حاله تحسن يومين ثلاثة، ظاهرياً هو بالنسبة له تحسن، لكن الجرثوم العامل الممرض تم إيقاف نموه أو تم القضاء على معظمه بس لسه في عندي. فلذلك من الضروري جدا جدا التقيد بفترة الاستعمال للصاد الحيوي اللي هي بأغلب الصادات بين أسبوع لعشرة أيام. أنا هي بالنسبة لي أساسية وعم تعمل مشاكل كتير شو ما كان نوع الصاد الحيوي. لذلك بتلاقي ضمن يعني تعليمات الاستعمال مثلا بيكتبوا أسبوعين، يجب استعمال أسبوعين، تحسنت يومين ثلاثة هي تحسن ظاهري بس لسه انت العامل الممرض ما انقضى عليه تماما. الجرثومه لم يتم القضاء عليها، الجراثيم تتكاثر بسرعه لانه عشان هيك بنلاقي انتكاسه بعد فتره. بنلاقي انتكاسه بعد فتره وللاسف الاصابه نفسها بنفس النوع الجرثومي تعود اقوى لانه الجراثيم من صفاتها صحيه وحيدات خليه، يعني هون ممكن اخصائيين علم الجراثيم يكون عندهم معلومات اكثر بيعرفوا انه الجرثومه عندما تتعرض الى الصاد الحيوي تطور أساليب الدفاع ضده، فما عاد مرة تانية ما عاد تستجيب مثل أول مرة. فمن هون عم تطلع عنا سلالات جرثومية معندة على المعالجة. بالنسبة أسف بس موضوع التحسس هذا موضوع مرتبط يعني من جانب آخر للدواء. أنا الدواء جسم غريب عيفوت لجسمي، فأحيانا عند بعض الأشخاص بشكل ردة فعل تحسسية تجاهه، وأشهر ردات الفعل التحسسية تجاه الصادات هي تجاه البنسلينات. قد تكون ردة فعل تحسسية بسيطة وقد تكون شديدة، طبعا مع كل حالة بنتعامل لحالها. طيب دكتور في أدوية بتنوصف إنه إلى توقيت زمني، يعني كل يوم لازم حبة، في حال مثلا كثير بنشوفها المريض ما أخذ هي الحبة بهذا اليوم، كيف ممكن يتعامل مع ظرف الدواء يعني التعليمات إنه بتجاوز هذا اليوم ولا يعني بيرجع بياخذها عادي؟ والله حسب نوع الدواء، يعني بالنسبة للصاد الحيوي إذا ما أخذ اليوم أخذ ثاني يوم حبتين ما حيستفيد، يعني هون تضعف الاستجابة العلاجية. كمان الهرمونات للأسف موانع الحمل والأدوية الهرمونية عند السيدات، كمان نسيان حبة بيزيد نسبة احتمال الفشل العلاجي. هلأ في بعض الأدوية ما في مشكلة، نسينا هاليوم ناخذ حبة ثاني يوم ما منضاعف الجرعة، خطأ
خطا شائع عند الناس انه هالحبه اللي ما اخذناها اليوم ناخذها بكره مع الحبه تبع اليوم. طب اذا ما اخذناها بعرض المريض الى مضاعفه الجرعه. عفوا اذا ما اخذناها بموعدها يعني نشوف ادويه بتنوصف مثلا على الريق او بعد الاكل او قبل الاكل، اذا خربطنا بهي المواعيد ممكن يكون لها اثر. أي طبعا الادويه التي تعطى قبل الطعام يجب اعطائها قبل الطعام. ليش؟ لانه دارسين نحن الحرائق تبعها وشايفين انه الامتصاص الاعظمي بيكون قبل الاكل بساعتين، فاخذ بعض الطعام اما ان يعرضها الى التخريب بعصاره المعده اللي انفرزت مع الطعام، او ان يؤخر امتصاصها، او ان يؤثر على الكميه الممتصه. نعم. انا الدواء باخذه بالنهايه حتى يتم امتصاصه. نعم دكتور بالختام خلينا نحكي كمان بما انه هيك ذكرنا الادويه الغده والادويه الهرمونيه، في نسب لازم تتاخذ وما كثير متوفره، يعني مثلا دواء الغده عيار لازم ناخذ 25 ما متوفر بالسوق غير 50، قص الدواء اكيد ما رح يكون بيرفكت يعني على الليبرا، ولكن قديش له اثار سلبيه وقديش هو ممكن يمشي حال بما انه ما في عيار اخف؟ هلا بتقصدي تكسير المضغوطه؟ كسر ال اذا كانت الشركه الصانعه تسمح بتكسير المضغوطه فلا باس، لكن شو اللي بصير؟ احيانا المضغوطه بتكون ملبسه بماده فيلميه معده خصيصا لتحميها من عصاره المعده، فلا يسمح بتكسيرها لانه متى ما كسرتها عرضتها من الجوانب الى العصاره الهضميه وهون خربت الماده الفعاله. فإذا الشركة الصانعة وعاملة يعني حاطة ضمن التعليمات إنه يمكن تكسيرها يمكن تكسيرها. أنا عم بحكي على آثارها لدى المريض، إذا ممكن تكسيرها إذا ممكن تكسيرها أخذ الجرعة، أنا بيهمني المريض يأخذ الجرعة. الجرعة يعني جرعته 50 وجاب 100 ملي جرام وكسرها أخذ 50 ما في مشكلة. بتكون إذا كان مسموح تكسيرها. بتكون كسرها صح؟ بتكون محطوط غالبا الشركة حاطة علامة إنه يمكن تكسيرها وكاتبة ضمن التعليمات. طيب دكتور قبل ما نختم مع حضرتك هيك نصائح سريعه بتحب تقدمها بما يخص موضوع الادويه او حفظها او حتى طريقه تناولها؟ تمام، اولا يجب الانتباه لتعليمات استخدام الدواء طريقه تناوله. بشكل عام الادويه تؤخذ مع الماء فقط، ليس مع العصائر، لا مع الشاي ولا مع القهوه، مع الماء حصرا. الادويه اللي لازم تنحفظ بالبراد مثل ادويه شربات الالتهاب الجافة، شربات المضادات الحيوية، بعد حلها بدها تنحفظ بالبراد لمدة مثلا أسبوع أو 10 أيام. الدواء اللي معد الاستخدام لدى شخص ما لازم يتم تداوله لدى أكثر من شخص، ما بتعرف شو عنده وضع صحي هو. الأدوية تحفظ بعيدا عن تناول الأطفال. يجب على المريض عدم إيقاف استعمال الدواء أو عدم تجاوز فترة الاستعمال دون العودة للأخصائي اللي أعطاها سواء طبيب أو صيدلاني. كما نقطة مهمة جدا، يجب على المريض بشكل عام وقت بياخذ دواء من طبيب أو صيدلاني إن حكما رح يسألوه شو معك أمراض، شو عم تاخذ أدوية، يجب إخبارهم حتى لو صار سهو منهم، إخبارهم عن الأمراض المزمنة اللي أنا بعاني منها حتى ما يصير يعني الدواء يفاقمها، ويجب إخبارهم أيضا عن الأدوية المزمنة اللي أنا عم باخذها. هي شغلة أساسية ودائما لازم تكون بالبال. أكيد بدنا نتمنى الوعي أكثر والسلامة لكل المرضى. شكرا كثير لك. عفو، شكرا لكم وإن شاء الله بالسلامة والعافية للجميع. الله يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتور.